مساء الفل عليكم من ايطاليا وتحديدا من نابولي. انا موجود دلوقتي داخل محطه نابولي، يعني اللي قدامي ده والمكان اللي انا موجود فيه كله ده هي دي محطه القطر الرئيسيه في نابولي. الحاجه الجميله بقى هنا في محطه القطر ان انا هوريكم مركز الاستعلامات اللي هو قدامنا ده. كل الفكره ان المركز ده هو بيعرض اهم المعالم الموجوده هنا في نابولي، الاماكن السياحيه. هو هنا مش عشان تسال عن معلومه او تاخد معلومه من حاجه، لا، هو انت هنا علشان بس تقف تبص على الشاشات اللي ورايا دي وتشوف منها كل المعلومات عن المدينه، ازاي تتحرك المدينه، ايه اهم المعالم السياحيه الموجوده فيها، طب ايه التوقيتات بتاعتهم، بيفتحوا الساعه كام، بيقفلوا الساعه كام، تجيب من فين التذاكر. اهم عاملين زي ماكيت كده بيعرض الاماكن كلها، والفيديو ده مش شغال اهو، الفيديو ده شغال، كل حاجه موجوده هنا عن الاماكن الاثريه موجوده هنا. اما بالنسبه بقى لمركز الاستعلامات عن المحطه نفسها فهو في قدامكم اهو اكتر من مركز، اكتر من مكان تقدر من خلاله تعرف القطر بتاعك، تعرف المواعيد، تعرف كل حاجه. كمان في شاشات اخباريه، يعني شايفين قدام مننا اهو دي شاشات اخباريه بتعرض الاحداث، بتعرض كل حاجه. كمان في حاجه هنا اللي هي تغيير العمله مثلا.